معايا على التليفون دكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الكبير والمعروف وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور جهاد، كل سنة وانت طيب، وتمنياتي بأنه يمكن في نص رمضان الدنيا تهدى شوية. كل سنة وانت طيب أخي يوسف، ولكافة المشاهدين الكرام، وللأمة العربية والإسلامية، وللشعب الفلسطيني والشعب المصري الذي هم شعبان متلاصقان بالجسد وبالروح وبكل ما تعني الكلمة بما تربطهم من علاقات وروابط. وكما وصفت مصر بأنها دائما هي القلعة التي يستند إليها الشعب الفلسطيني والتي يحتمي من خلالها، لأن مصر دائما بقيت وستبقى وستظل هي الأحرص على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى كل التضحيات التي تقدم من هذا الشعب دفاعا عن الهوية ودفاعا عن الوطن. تكون مصر دائما هي السند بكل ما أتيت من قوة ومن مكانة. أتمنى أن احنا ندوم دائما لبعضنا البعض. دكتور جهاد، ما هي مستجدات الأوضاع الآن داخل القطاع، وخاصة يعني مش بس كمان عايز أقول جوا القطاع، ولكن كمان في الضفة الغربية وفي سائر المدن والمدائن الفلسطينية؟ يعني أعتقد أخي يوسف أن الأمور هي في حالة من التصعيد المستمر والمتواصل، وهذا الأمر ليس بالغريب على الاحتلال وحكومة التطرف الصهيوني الإسرائيلية التي لا زالت تمارس عمليات القتل والإبادة غير آبها، سواء بحرمة شهر فضيل أو بقدسية هذه الأيام أو حتى بالوضع الإنساني المزري الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة نحن نتحدث عن قطاع غزة الذي يتعرض لأكبر كارثة عرفها التاريخ الحديث، ألا وهي كارثة التجويع الذي يحصل أمام العالم بأسره تحت أبصار وسمع العالم بأسره، الذي يرى المجاعة ويرى حرب التجويع والتعطيش وحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني، وكأنه كما وصفته قد أصم أذنيه وأغلق عيونه عما يجري على الأرض الفلسطينية. فلم تكتفي دولة الاحتلال بما تمارس من حرب إبادة يومية بشكل، سواء بعمليات القصف، نحن نتحدث عن أكثر من 31 ألف شهيد، بالإضافة لأكثر من 72 ألف مصاب، ونتحدث عن أكثر من 15 ألف مفقود، بأضف إلى ذلك بأن لا مقومات للحياة في قطاع غزة بعد أن دمرت بأكملها من كل بكل ما تعني الكلمة، حتى يتم إفراغ هذا القطاع من سكانه وليجدوا ما هو دافع للحياة. ولكن دائما يكون هناك الأمل الذي يحدو هذا الشعب بمساعدة الأشقاء، ولذلك وجدنا حالة الاختراق التي توصلها جمهورية مصر العربية من خلال استحداث طرق جديدة لإدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي نتيجة الإعاقات الإسرائيلية التي أعاقت إدخال المساعدات من المعابر البرية. ولكن مصر دائما جسدت في إطار عقليتها وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بأننا لن نترك الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة هذه الحرب الدروس التي تشن عليه من قبل هذا الاحتلال، الأمر الذي ينطبق بصورته المصغرة على مدن الضفة الغربية. فهناك يوميا اقتحامات واعتداءات وعمليات اعتقال، نتحدث عن أكثر من 8000 معتقل منذ 7 من أكتوبر حتى يومنا هذا. هناك يوميا اقتحامات، عمليات قتل، هدم بيوت، بالإضافة لما يجري في المسجد الأقصى عندما يتحدث نتنياهو بلسان وتطبق شرطته وبن جافيك بلسان آخر، ويطبق بالقوة منع إدخال المصلين إلى باحات المسجد الأقصى، حتى الذين أرادوا الصلاة في الطرقات قاموا باعتقالهم وبالاعتداء عليهم ومنعوهم من الصلاة في تلك المناطق وفي تلك الطرقات خارج المسجد الأقصى. إذن نحن أمام دولة إرهاب منظم تمارس الإرهاب بكل ما تعني الصورة وبكل ما تعني الكلمة، غير آبها بمجتمع دولي، غير آبها بقانون دولي، غير آبها باتفاقيات ومنظمات دولية. ولكن دائما نقول بأن طالما بقي الفيتو الأمريكي حاضرا في مجلس الأمن ليعطيها الغطاء القانوني والشرعي لكل ممارساتها الإجرامية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، سيتمادى نتنياهو وحكومته. وليس فقط ذلك، بل التمادي أكثر على كافة المنظمات والهيئات الدولية، والدعم الذي يقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سواء الدعم العسكري أو الدعم المادي واللوجستي لدولة الاحتلال، سيتمادى أكثر وأكثر نتنياهو ضربا بعرض الحائط كل المحاولات وكل النداءات وكل الإجراءات للوصول إلى تهدئة.
من خلال مجموعة من الاشتراطات الجديدة. في كل يوم هناك شرط جديد يضعه على الطاولة في محاولة لعرقلة التوصل إلى تهدى، ولكن نحن نعلم خبرة المفاوض المصري، خبرة ومكانة الأجهزة المصرية السيادية التي تعمل في هذه الحالة. هناك محاولة للضغط الحقيقي لجسر هو من خلال التنسيق المباشر ما بين كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر للضغط على كلا الطرفين لإبداء مرونة حتى يتم تمضية أو تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إطار باريس 2 والتي تنص على هدنة تستمر لستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسير إسرائيلي مقابل 400 أسير فلسطيني والسماح بعودة أجزاء من النازحين إلى المناطق الشمالية وإدخال المساعدات بشكل متدفق. إلا أننا نجد بأن كل طرف يتمسك بشروط التي يفرضها محاولا استغلال شهر رمضان أو محاولا استغلال الأحداث الجارية، ويبقى الشعب الفلسطيني هو الضحية أمام هذه السياقات وأمام هذه المعضلات التي هي تتكرس أو تتجسد يوما بعد يوم. طيب دكتور جهاد، ما الذي يحول دون اتخاذ موقف واضح من المجتمع الدولي؟ يعني هذا المجتمع يرى الآن أكثر من 30 ألف شهيد في قطاع غزة، يعني احنا بنتكلم على أكثر من 2% من الشعب الفلسطيني بهذا القطاع. يعني لو حصل هذا الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية لكان الضحايا يصل عددهم لحوالي 7 مليون بني آدم. ما الذي يوقف المجتمع الدولي من اتخاذ قرارات ما بنقولش داعمة لقضيتنا، ولكن على الأقل تحول دون إهدار أو يعني المزيد من المذابح على الأراضي الفلسطينية؟ الكيان الصهيوني زمان ساق كل الحجج الممكنة للتخلص من هتلر والنازي. ما الذي يختلف عنه هتلر عن هذا الكيان المتوحش المحتل الأراضي العربية؟ يعني أخي يوسف، نحن أمام هولوكوست جديد يرتكب في هذا العصر الحديث. هذا الهولوكوست الذي أشعر العالم بأسره في لحظة من اللحظات وتضامن مع اليهود في قضيتهم أمام ما جرى في ألمانيا وأمام ما جرى من هتلر، ولكن يبدو بأن من كانوا ضحايا سابقا اليوم هم أصبحوا الجلادين الذين ارتكبوا هذا الهولوكوست، وهذا ما يجري بشكل كامل. ولكن العالم في إطار أو في سياق ما وضع من أنظمة وقوانين دولية والتي وضعت على طاولة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي وضع ما يسمى بحق النقد الفيتو في أيديهم والذي قوض كل الأهداء وكل الطرق والوسائل التي من الممكن أن تؤدي إلى إحقاق العدالة. لكن رغم ذلك وجدنا بأن هناك حالة من تغير المزاج الشعبي لدى المجتمعات الأوروبية حتى بداخل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه ما يجري على الأرض من مذابح أو من إهدار للقيم الإنسانية وإهدار لحقوق الإنسان ومن تلك الشعارات التي يرفعوها والمبادئ التي تنص عليها قوانينهم ودساتيرهم. وجدوا بأن نتيجة ما تم نقله عبر الفضائيات وعبر السوشيال ميديا وجدوا بأن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية تداس تحت مجنزرات الدبابات وتقصف بالطائرة بأحدث الأسلحة بالطائرات وبالصواريخ وتقتل. لذلك خرجت هذه مئات الآلاف في كل تلك الدول للتعبير عن رفضها ما يجري على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي صح في ضمير العالم هذا السياق. ولكن وجدنا عندما يتم حديث الأمين العام للأمم المتحدة حول ما يجري في قطاع غزة بأنه جريمة وحرب إبادة وضرورة أن تتوقف إسرائيل، بدأت تكال إليه الاتهامات وبدأ عليه الهجوم تحت ما يسمى بمعاداة السامية أو غير ذلك، حتى وصل الأمر بأن المطالبة بإقالته وبأنه أصبح لا يصلح في مكان. ولكن لو حصل هذا الأمر بأن وقعت عملية بداخل دولة الاحتلال، وقعت عملية وقتل فيها 4 أو 5 من المستوطنين، سنجد العالم بأسره ينتفض لدين هذا الأمر كما حدث في أوكرانيا. وسياسة الكيل بمكيالين الجميع يجدها أو يراها خلال 5 أشهر مع عدد الشهداء وعدد الإصابات وعدد الدمار أو طبيعة الدمار الذي حدث في قطاع غزة لم يحدث في أوكرانيا على مدار أكثر من 2 عامين، والعالم بأسره
رفض يقدم الدعم إلى أوكرانيا، واستحدث العالم وحتى المجتمع الدولي الأوروبي والأمريكي استحدث دعم المقاومة، في المقابل بأن المقاومة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مقاومة مشروعة ومكفولة بالقانون الدولي ومكفولة بمواثيق الأمم المتحدة وبكل ما تعني الكلمة، ولكن أمام حالة الصلف وأمام الغطرسة التي تمارس سياسة الكلب بمكيالين يقف المجتمع الدولي عاجزا، ولكن هذا لا يفقدنا الأمل في ضرورة محاسبة ومحاكمة هذا الاحتلال. نجد اليوم هناك حالة من التحرك أمام محكمة العدل الدولية، هناك هي المشكلة يا دكتور جهاد أنه المجتمع الدولي مش واقف عاجز، المجتمع الدولي يقف وكأنه مباركا لما يحدث، المجتمع الدولي ما عندوش أي حالة من حالات العجز. خليني الأول أشكرك دكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني البارز وأستاذ العلوم السياسية. لا، المجتمع الدولي الحقيقة لا يقف عاجزا.